خلينا نشوف مع بعض تقرير. التقرير ده عملناه او عملته كاميرا يحكى أنا مع الناس في الشارع علشان نقدر نعرف كده وجهة نظرهم ايه عن الموضوع اللي بنتكلم فيه. شوفوا مع بعض ونرجع تاني. أطلع. لازم يبقى كل انسان ليه تارجت في الحياه وخطوات ثابته بيقدم عليها. الواحد طول ما هو عايش لازم يحط هدف في حياته، مش عايز عشان يشرب وياكل وخلاص ويشتغل مثلا. طبعا قبل ما بعمل اي حاجه لازم اكون مفكر فيها وعامل كذا بلان A وبلان B وبلان C. انا كنت العكس، انا كنت شخص بحط اهداف على المدى البعيد بشكل كبير جدا، ولكن التجربه الواقعيه مخلياني دلوقتي بحط اهداف قصيره المدى. انا النهارده عايز اعمل ايه والاسبوع اللي جاي عايز اعمل ايه بالكتير، ولكن اهدافي البعيده المدى ما بقتش بنساها، يعني هي ما زالت موجوده. ابقى حابه ان انا اغير من تفكيري، حابه ان انا اغير من المستوى اللي انا فيه. هو المستوى كويس بس انا بحب ان انا اعلي من نفسي، يعني ما افضلش مكاني. انا على طول حاطط هدف في حياتي وعايز احققه. لازم كل واحد يحط هدف لحياته ويشتغل عليها جامد، لان احنا في عالم متطور دلوقتي محتاج ان كل واحد يشتغل على نفسه. يعني في كل مرحله لازم يبقى عندي خطه للي جاي وهدف عايز اوصل له، يعني في اي حاجه بعملها. اي شخص بيحط اهداف لحياته طبعا، يعني انا عايز اتجوز، انا عندي مثلا 25 سنه، فلازم اعمل اهداف لحياتي من دلوقتي. لازم اسعى والعب على تحقيق اهدافي، عشان الواحد لازم يبقى ليه هدف يوصل له. انا مثلا بشتغل ببقى عايزه اعلى في بوزيشن اعلى، فبشتغل على حته ان انا اكبر في شغلي فبكبر. هو طبعا كل حاجه على الله، بس طبعا لازم تكون مرتب لها عشان اقدر اشوف الخطوه اللي انا هاخدها واقدر ان انا اظبطها يعني بعد كده. بدات اول حاجه ان انا ابدا كورسات، بعد كده حابه ان انا اكمل كليه، جت فتره بعدت عنها وما كملتش تعليمي وحابه ان انا ابدا اكمل تعليمي. اول حاجه في المقام الاول اللي احنا بنسيبها على الله، بس انت لازم ترتب اهدافك عشان تقدر توصل لهدفك. لا اكيد بسعى لاهدافي طبعا، لازم كل واحد يسعى لاهدافه ويتكل على ربنا. مش دايما طبعا بحقق اللي انا عايزاه، بس بيبقى عندي على الاقل محاوله او اتنين عشان اقدر اعملها. يعني لازم طبعا اسعى لتحقيق الاهداف دي، ما انا لو سبتها اكيد مش هتيجي. بعد 5 سنين مثلا، يعني لو انا فضلت في الشغل اللي انا فيه ممكن ابقى مثلا مديره في شركه، او هبقى سيده اعمال مثلا، عندي مشروعي الخاص بيا. والله انا دايما بسال ربنا التوفيق والنجاح، وكل ما اوصل لدرجه في النجاح بتمنى الدرجه اللي بعديها. الحقيقه ان انا حابب يكون عندي ان شاء الله شركه صغيره بتقدم خدمات في مجالات التنميه والتطوير الزراعي والتنميه المستدامه، فده اللي انا بسعى عليه ان شاء الله في 5 سنين الجايين. هو على حسب، يعني لو خلصت الكليه كويس وان شاء الله يعني باذن الله وجبت مجموع كويس فيها، ممكن اكون اخصائيه علم نفس. حاطط هدف دلوقتي اللي انا ابقى صاحب شركه وابقى عندي حاجه في المستقبل، تمام، افيد نفسي وافيد بلدي. شايف نفسي فين بعد 5 سنين؟ ممكن شايف نفسي في مجلس الدوله، يعني بشوف نفسي في مكان كويس ان شاء الله.